FM. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن الصيف وصحة وسلامة الأطفال في فصل الصيف مع ضيفنا الدكتور بشير جمعة، استشاري أمراض الأطفال والرضع في الشارقة. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور بشير، السلام عليكم. دكتور بشير معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور بسام. يا مرحبا. كيف يمكن أن يكون الصيف صحي وآمن بالنسبة للأطفال؟ طبعا الموضوع كبير وطويل ويحتاج إلى حلقات وساعات، لكن عن أكثر الأمراض والاضطرابات وحتى الحوادث التي يتعرض لها الأطفال لا سمح الله في فصل الصيف، وكيف يمكن تفادي هذه الاضطرابات والأمراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصيف فرصة مناسبة للأطفال لا يقوموا فيها بالنشاط الجميل بالنسبة للأطفال من ألعاب ومخيمات والذهاب إلى الشاطئ والذهاب إلى المسبح ويتعرضون إلى الشمس والهواء النقي. بهذا المقابل لكن ممكن أن يحمل بعض المخاطر، خاصة بوجود حرارة عالية، فالتعرض لحرارة الشمس العالية ممكن أن تؤدي إلى نقص السوائل عند الأطفال، وبالتالي هم بيحتاجوا إلى تزويدهم بالسوائل عند التعرض لحرارة الشمس. التعرض الطويل لحرارة الشمس ممكن يؤدي إلى ضربة الشمس اللي نعرفها نحن بارتفاع حرارة شديد عند الطفل، وحالة من التجفاف نتيجة ضياع كمية كبيرة من السوائل. في مثل هذه الحالة طبعا نحتاج إلى إعطاء السوائل بكميات كبيرة وربما بالبريد وتخفيض الحرارة. أيضا بفصل الصيف هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يصاب بها الأطفال، كلدغ الحشرات أو الإصابة ببعض الالتهابات المعوية نتيجة عدم حفظ الطعام بشكل جيد وتعرضه للتبدل أو التفسخ نتيجة ارتفاع الحرارة، وخاصة عندما نصطحب الطعام خارج المنزل إلى الحديقة أو إلى يكون محفوظ معنا بشكل غير جيد، فهذا بيؤدي إلى بعض الالتهابات المعوية. عدا عن ذلك طبعا نحن لما نتعرض فترة طويلة لأشعة الشمس قد تؤثر على الجلد وتعمل بعض الحروق الجلدية اللي نحن ممكن أنه نعالجها ببعض المراهب البسيطة. إذن هناك في أشياء مفيدة جدا ممكن نسويها بالصيف، وهناك بعض الأشياء ممكن أنه نحن نتعرض إلى فنحاول نقي أولادنا منها ونعالجها بشكل مبكر قبل ما تعطي أعراض شديدة أو مظاهر شديدة. نعم، وطبعا كثير مهم أنه نركز على الأطفال اللي هن ما قبل يعني 5 سنوات أو ما قبل سن المدرسة، لأنه طبعا يعني الأطفال الآخرين أكثر وعيا يكونون، وطبعا يعني معظم الإصابات إذا كنا نتكلم عن الإصابات والحوادث والأمراض أو حتى لا سمح الله التسممات التي تحدث في البيت تكون لدى مثل هؤلاء الأطفال من هذه الفئة العمرية. دكتور بشير. نعم صحيح، خاصة الأطفال الصغار كما ذكر دكتور بسام هن أسهل أنه يتعرضوا للتجفاف ولتأثير الحرارة ولضربة الشمس أو ضربة الحرارة اللي بتحصل عند الأطفال. طيب بالنسبة للموضوع الحوادث التي تحدث طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور حضرتك، أنا بس كان عندنا استفسار صغير، كنت أنا حضرتك قبل كده اتكلمت في برنامج بس تقريبا كان الوقت خلص وما استفدناش يعني بالمعلومة يعني. تفضل. معلش استشارة بقى الطبيب الأطفال الموجود يعني. تفضل. حضرتك أنا عندي طفل صغير هو وكان عنده مشكلة ظهرت من فترة تقريبا من 3 شهور زي ما كنت بقول، وهو لما بيجي مثلا بيحصل عنده مشكلة لما بيعيط يعني لما بيبكي بيحصل عنده يعني انه بياخد نفس عميق جدا وبيكتم نفسه ووشه بيزرق وبيجيله حاجة زي التشنج،
وبعد كده تقريبا انه بيهم عليه بس يعني ايه ده كله 3 دقائق يعني 3 دقائق يعني حاجه زي كده يعني. اشكرك على يعني على هذا السؤال. نعم اشكرك على هذا السؤال طبعا نظرا لاهميته ولانه في بعض الاشخاص لا يعني يدركون تماما كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وأيضا في بعض الأحيان مدى خطورة هذه الحالة. صحيح نعم. طبعا هو مثل هذه الحالة تدعى حالات حبس النفس، نوب حبس النفس. نحن نعلم أن مركز التنفس في الإنسان نوعين من المراكز، مركز إرادي ومركز لا إرادي. المركز الإرادي هنا يوقف النفس عند الطفل نتيجة شيء ما أثار الطفل. فمثلا لو أن الطفل مثلا ضربت أخته أو أخذوا شغلة من إيده أو مثلا زعجناه بشغلة بيبكي بكاء بيقول الأهل تذهب معه روحه، يعني بوقف نفسه فبنقطع النفس، وبالتالي لما بنقطع النفس حيرتخي حيزرق وممكن يعمل بعض حركات التشنج. فالأهل بظنوا أن الطفل يعني اللي حيفارق الحياة. عادة معظم الأهل بيركضوا على الطفل بيخطفوا الطفل وبيحملوه أو بيصعوه على وجهه أو برشوا ماء عليه أو يعني بيحاولوا يركضوا فيه. فهذا طبعا ظنا منهم أنه هذا الشيء بيحسن الطفل. الحقيقة أنه ثبت أنه هذه الإجراءات اللي بيقوموا فيها الأهل سواء من خطف الطفل حمله بسرعة يعني أو رش الماء أو صفعه أو الصراخ غير مفيدة. والصح أن نتجاهل هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس لا يؤذي، بالتأكيد لا يؤذي. لماذا؟ لأنه يتدخل مركز آخر هو مركز التنفس اللا إرادي. فكما أنه نحن لو غطسنا في الماء نبقى فترة نستطيع أن لا نتنفس، لكن بعد فترة معينة هناك مركز لا إرادي للتنفس سيتدخل وسيجعل التنفس يعود من أول وجديد وما بنأذى الطفل. يعني أذى الطفل إذا نحن ركضنا عليه ومثل ما قلنا ولدنا شيء بحرض الطفل. في قاعدة سلوكية بالأطفال، تجاهل السلوك غير المرغوب فيه الذي يقصد الطفل من خلاله ألا أن يسيطر على الأهل. هي طبعا الطفل عنده إدراك أكثر من نحن ما نتصور، فبيكون غايته أنه يسيطر على الأهل. هاي السيطرة على الأهل بتخليه يوقف مركز التنفس الإرادي، بينما بعد فترة بيشتغل مركز التنفس اللا إرادي. لا تحتاج إلى تخطيط دماغ ولا تحتاج إلى تحاليل، ولكن تحتاج إلى تجاهل. أنا بقدر أقول إنه هي شبهها أحيانا للأهل لو أنه صار عندي كنطاق كهربائي، فأنا لا أحتاج أنه ألمسه ولا أحتاج أنه أحط له ماء ولا أحتاج أنه، هو لحاله بيطفي وبيزول لحاله مجرد أنه أنا درت ظهري وتجاهلت الموضوع. وبس يتجاهل الأهل هذا الموضوع تجاهل كامل حينتهي عند الطفل بعد 4 أو 5 مرات وأقصى حد 10 مرات. أما إذا استمرينا بأنه نركض وراء الطفل ونحمله ونحط له مي أو نصفه على خده، فهذا الأمر ممكن أن يزداد ويصبح الطفل يصاب بالتشنج أو ما يشبه الاختلاس. طيب ما هي يعني الأعراض الأخرى التي يمكن أن يعني تكون لا سمح الله نقول خطيرة أو تنذر بالخطر؟ نعم. دكتور في نعم. مثل هذه الحالات يعني نعم. في بعض الحالات نعم. الطفل قد تحدث لديه يعني حركات اللي هي الاختلاج. نعم. إذا حصل الاختلاج وكان أكثر من دقيقة فتعتبر علامة خطرة وتعتبر من العلامات يعني اللي تعتبر أنه بلش يصير في عندي نوع من التأثر في الدماغ. هلأ لو زادت الاختلاجات عن 3 دقائق، يعني الطفل صار يختلج وصارت أكثر من 3 دقائق أكثر من 5 دقائق، معناته في صار عندي أنا نوع من الأذية. بس بشكل عام إذا طفل ما عنده حرارة وما عنده أمراض وحدثت عنده نوبة حبس النفس وزرق نتيجة حدث مع يعني هذا الحادث شيء حرض الطفل على أنه ينزعج، كأنه مثل ما قلت أنه نحن نأخذ منه شغلة أو مثلا نزعجه من شغلة أو ما نلبي له شغلة أو مثلا يقع فيبكي بكاء معه بتوقف معه النفس. فمثل هذا الحادث اللي حرض هذا النوع حبس النفس ساعتها بمثل هذا الحال إذا كان ما في حرارة وما في أعراض تانية بيكون الأمر سليم وما بيستقضي أنه نخاف عليه الطفل.
نعم. إذا نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 ورسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا دكتور بشير جمعة استشاري أمراض الأطفال والرضع في الشارقة. وطبعا كل الشكر لك أخي أحمد، بتمنى الصحة والسلام للجميع. بعد الفاصل نتابع حديثنا عن الصيف وصحة الأطفال، فاصل فابقوا معنا. السلام عليكم دكتور بشير. عليكم السلام دكتور بسام، أهلا وسهلا فيكم. إذن النقطة اللي أثار الأخ أحمد يعني مهمة جدا. نعم. وأشكره، أعتقد أنه بعده معنا على الخط. أخي أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحت يا دكتور، بس أنا لما الخط قطع طبعا أنا ما قدرتش أن أنا أسمع بقية الكلام. نعم. فبعد إذنك بس، هو طبعا مشكور الدكتور بشير فعلا الموضوع بالفعل اللي وصف هو اللي بيحدث بالفعل في أثناء الموضوع يعني. وبس أنا بمسك يعني مثلا الطفل كده هو عمره سنة يعني دلوقتي، إلا تقريبا أسبوعين أو سنة إلا شهر. فأنا في الوقت ده مثلا، وكان حد قال لي قبل كده أن أنا بنيمه كده على دراعي تقريبا وبخبط على ظهره من فوق شوية، ففي الوقت ده هو بدأ أنه يفوق فعلا في الوقت ده. فبس انا كنت عايز اعرف هل ده صح ولا غلط فعلا، او ان انا حتى مثلا يعني لما يحصل حاجه زي كده نعمل ايه يعني. طيب السؤال ايضا، هل تتكرر هذه الحاله يعني مرات كثيره ام ماذا؟ هي بالضبط يعني ممكن تكون شهر يعني مرتين تقريبا في الشهر او حاجه، او حتى على حسب مثلا يعني. هو كان في الفتره الاخيره قاعد يمكن شهر ما عملهاش، بس اتفاجئت ان انا اول امبك كان واقع بس كده على إذن هو بتعلم المشي لسه. فوقع وبعدين ايه، ولما وقع طبعا وقع على دراعه، فبعدين طبعا عيط وحصل نفس الموضوع تاني وكده يعني. وبالفعل كان حتى كان في اكل في بقه في الوقت ده، كان بياكل تقريبا تفاح او حاجه. فطبعا انا لحقت ان انا طلعت التفاح من بقه على انه يقدر يتنفس وياخد وضعه الطبيعي يعني. كيف طلعته؟ بصابعي بس كده يعني، ان انا حركته من جوه كده وطلعته بس. طيب هلا طبعا هاي يعني طريقه. نعم. دكتور بشير بيحكي يعني قد تكون سليمه وقد تكون الطريقه خاطئه لا سمح. نعم. الله يعني، تفضل دكتور بشير. طيب اولا هو حينما طبعا بتعمل شيء بيحرض عند الطفل الجهاز العصبي ذلك غير مفيد، فانت اذا حملته بسرعه او صفعته او حطيت ماء غير مفيد. هلا اذا درت ظهرك له انت وعملت حالك مالك شايفه، هو احسن شيء بالنسبه للطفل. اي تجاهل الحالة نهائيا، لان الطفل عن طريق الحواس يدرك ماذا اثر ما قام به عليك. فانت عمل حالك مالك حاسس نهائيا، فاذا انت شعر الطفل انه هذا فعله لم يؤثر فيك اطلاقا، زال عنده هذا الفعل ولم يتكرر، سيلجا الى طريقه اخرى. ممكن يرجع لطريقة أخرى. هو أنا بالفعل يا دكتور مش بشيله غير لما بتحصل له الحالة يعني، لما بيعيط بشيله. شوف حتى لو الحالة بضطر أن أشيله خوف بصراحة يعني. لا تخاف انت، هو كثير من الامهات بالعاده بيصرخوا يعني بيصيبهم الذعر وبيخافوا وبيرتعبوا بفكر انه الطفل رح يصير له شيء. لكن لو تجاهلت هذا الشيء، حتى هو لو كان على السرير، انظر الى هذه الحاله، على حافه السرير وانت درت ظهرك، لا تخاف ما دقى، لانه ما زال عنده الادراك، فالادراك الداخلي موجود، وبالتالي هو لا يعرض نفسه للخطر. يعني مثلا لو كان على حافة التخت ما بقى، لا تخاف، فانت دير ظهرك ويعني كأن شيئا لم يكن. انا دائما بقول لهم للامهات يعني اعملوا عم تشتغلوا باي شغله تانية حتى الطفل ما يحس انه ابدا انتم متاثرين، حتى هو يشعر بالحس الداخلي للاهل. فلو الاهل توتروا او يعني انفعلوا من الداخل واظهروا قلق، بيشعر بذلك الطفل وبيكون هو قاصد هذا الشيء. فانت الاحسن انك تدير ظهرك وتعمل يعني تلتهي باي شيء تاني، ولن يحصل اذى عند الطفل مؤكد. هلا لو كان هو حصل يعني، انا زي ما بقول لحضرتك انا ما بشيلوش غير لما بتحصل له بالفعل يعني. نعم. لو كان في بفم الطفل الطعام ايضا ما بيصير في خطر، لانه هي ليس لم يفقد وعيه. الطعام بيصير خطر اذا كان فقد وعيه، لكن كاجراء نحن احترازي اذا في طعام منطبه نحن للاسفل وجهه للاسفل حتى يخرج هذا الطعام. لو حسينا انه هو تشردق يعني دخل جزء من الطعام في مجرى الهواء، طبعا هو بالاصل هذه الحاله وقف تنفس، فمعناتها ما حتدخل بطريق التنفس، بس لو عندما يعود التنفس مره ثانيه عن طريق المركز اللا ارادي، فلو انه حسيت انه دخل شيء فانت حتطب الطفل كانه ساجد وتصفع ما بين
ما بين لوحي الكتف 5 صفعات ببطن ببطن الكف، فغالبا الشيء سيخرج. فإذا ما خرج بتديره على بطنه، وإذا كان صغير طبعا إذا عمره صغير بتديره وجهه إلى الأعلى، وكمان رأسه. كل ده دكتور بعد إذنك لما بيكون فقد الوعي مثلا في الوقت ده بس؟ لا، هو بالأحرى فقد الوعي ما بيدوم أكثر من دقيقة، يعني أكيد الوعي ما رح يدوم أكثر من دقيقة فقد الوعي. بس هذا ممكن لو تشرده، لو صاب معك بالشرق يعني أثناء أنت مثلا هذه الحادثة أو حادثة أخرى أصيب بالشرق، فأنت بتصفع ما بين لوحي الكتف 5 صفحات بباطن اليد حتى يخرج الجسم الأجنبي. إذا ما طلع بتديره على صدره وتضغط ما بين حلمتي الثدي 5 ضغطات، ثم تتأمل تنظر إلى الفم. إذا وجدت الجسم الأجنبي تخرج بأصبعك، أما إذا ما وجدته لا تحاول تدخل أصبعتك لأنك تدفع. ممكن تدفع أكثر للداخل. نعم واضح. أخي أحمد معي؟ تمام. طيب أحمد معنا؟ طيب نتمنى الصحة والسلامة لطفلك وللجميع، وبتمنى طبعا تكون الصورة وضحت. خطأ كبير وشائع طبعا إدخال الإصبع لإخراج أي جسم غريب في داخل الطفل. طبعا يعني هذا الأمر يمكن للشخص المتمرس اللي عنده خبرة بالطريقة التشريحية وأيضا من ناحية طبية يعرف كيف يمكن أن يقوم بمثل هذا الأمر في بعض الحالات أقول طبعا، لكن الطريقة الصحيحة مثل ما ذكر الدكتور بشير، ونتمنى نعيدها دكتور بشير مرة تانية لأنه يعني في بعض الأحيان للأسف يعني عدم تصرف بشكل صحيح عندما يبتلع الطفل أي جسم غريب سواء كان يعني يعني مادة غذائية أو حتى أشياء أخرى. تمام. كثير من الأطفال يبتلع جسم أجنبي بلاستيكي أو حبة مثلا حمص أو فستق، فإما أنها لح تدخل بالطريق الهضمي يعني حتدخل إلى المريء، هون الطفل طبعا حينصاب بمحاولة الغثيان والألم وبيحاول يقيء، أو حتدخل بالطريق التنفسي. لما تدخل بالطريق التنفسي لسان المزمار ببلش الطفل يسعل وطبعا بيزرق، فإذا بالطريق التنفسي سعال وإزرقاق، وبالطريق الهضمي محاولة غثيان وصعوبة بالبلع. فلو دخلت في الطريق التنفسي ورأينا أن الطفل أصيب بإزرقاق أو بنوبة سعال شديد، فأول خطوة طبعا نحن لازم نميز ما بين طفل صغير يعني عمره تحت 2 سنين وطفل كبير. لو كان هذا الطفل الصغير عمره تحت 1 أو 2 سنين، فأول إجراء نحن نجلس ومنحطه بوضعية سجود على يدنا ونصفع ما بين لوحي الكتف على الظهر بباطن اليد صفعات كأن عم ندفع فيها الصدر ليخرج الجسم الأجنبي 5 صفعات. إذا ما طبعا قوية، إذا ما طلع الجسم الأجنبي وما شفناه فمنقلب الطفل وهو ما زال بوضعية الرأس المنخفض ونضغط ما بين حلمتي الثدي 5 ضغطات بالأصابع. نقلبه بمعنى أن نمسك بقدميه يعني. نعم. بقدم نحن قاعدين حاطينه على إيدنا. وهو رأسه للأسفل طبعا. رأسه على الأقل وصدره 30 درجة للأسفل، فحينما نضغط 5 ضغطات ما بين حلمتي الثدي يمكن للجسم الأجنبي أنه يندفع. هلأ إذا ما طلع نرجع من عيد الصفع على الظهر 5 صفعات ثم نضغط على الصدر 5 ضغطات، نكرر هذه الحالة 3 إلى 5 مرات. لو أننا لاحظنا أن الجسم الأجنبي اندفع فزين، إذا ما اندفع ممكن نفحص الفم، وإذا شفنا الجسم الأجنبي ظاهر ويمكن الإمساك به أخرجناه بإصبعنا. أما عاد عن ذلك بعد 5 محاولات إذا لم يتحسن الطفل وبقي مزرق بيحتاج إلى أكسجين وبيحتاج أن نطلب الصحية أو الإسعاف، لأنه ساعتها بده طبيب لحتى يخرج هذه المادة من اللي يعني انعقلت أو دخلت إلى الحنجرة وأصبحت صعب أنه تخرج. نعم، وطبعا هذا يعني هذا الإجراء إسعافي، ويعني يفترض أن يتعلم كل واحد منا، ودائما نقول موضوع الإسعافات الأولية مهمة جدا، ونتمنى أن تدرس وأن تدرس بشكل ليس نظري وإنما أيضا بشكل عملي، أن يكون هناك ورش عمل لكافة الطلبة للإسعافات الأولية الأساسية التي تنقذ الكثير الكثير من المرضى. وطبعا نتكلم بشكل يعني بإجراءات أن نكون مدرس
مدربين مؤهلين وصار عندنا خبرة ليس فقط نظرية لأنه أيضا يعني خبرة عملية في هذا المجال. هذا الإجراء هو رغم بسيط بس يمكن أن ينقذ حياة الطفل ويمكن أن ينقذه من أذية نقص الأكسجين. فلو طول إنه الانسداد طريق الهواء والطفل مزرق فهذا يؤدي إلى نقص أكسجين ويؤدي إلى عقابيل دماغية كما لو حدث بالغرق مثلا. الإلمام بالإسعاف الأولي كثير يعني بيعطي نتيجة طيبة. وأيضا نوفر على الجهات المعنية وعلى الإسعاف يعني التوجه إلى لمعالجة مثل هذه المشكلة البسيطة لأنه قد يكون هناك لا سمح الله مرضى أشد خطورة وهم بحاجة إلى الإسعاف. فنتمنى دائما الاهتمام بالصحة وأيضا يعني دائما التسلح بالمعرفة والوقاية هي الخطوة الأولى دائما للوقاية من كثير من الأمراض والمحافظة على الصحة. كل الشكر للدكتور بشير جمعة استشاري أمراض الأطفال والرضع بالشارقة. دكتور بشير شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور بسام والصحة والسلامة للجميع. هذا ما نتمناه.